الكانديدات اليوم في أحلى ما فيك هي وئام 33 سنة وأم لزوز صغار. الكبيرة عمرها 13 سنة وتتمنى تشوف أمها ماكيه بالقدي. أمنية باش تتحقق اليوم في بوئام المنزه نوف بفضل لا كونسيير إيمان ومع وسام اليحيوي نوتخ ماكيور بروفيسيونيل. دونك وئام باش نختاروا اليوم الفوندوتان. بولي انت قلت لي الفوندوتان ما تعرفش تختار اللون وما تعرفش تختار التكستور. دونك ديما انا ننصحك التكستور تختار سولون تيب دو بو نتاعك. انت عندك اون بو ميكست ليجيرمون ديزيدراتي. دونك نختارو اون تكستور اسي فلويد با تري ايباس باش ما تظهرش لا ديزيدراتاسيون اكثر. دونك انا اليوم جو في فو مونتري لا تكستور اللي هي يلزمك. دونك اون تكستور ابوبري هكا با تري ايباس. N'avait pas besoin de être très épaisse. Là, on a des taches brunes, mais on a des taches rouges. Juste pour avoir un teint uniforme, illuminé, avec une bonne mine, sans pour autant mettre une texture épaisse. Blax, je dis que les défauts. On t'y voit que tu pour le choix de couleur, on t'y colle. Dima, mettre cache la couleur vraiment qu'il vous faut. Donc, bêche de retard. Dima, t'es de la partie heavy. حاول تاخذ ان فون دو تان يكون كي تعملو على وجهك ما فماش اون غراند ديفيرونس بين رقبتك ووجهك. او باغ اكزومبل نعملو هكا نعطيك ان ميغوار تشوف وجهك باش تشوف ما تحسش فما اون ديفيرونس بين لو فون لا كولور دو فون دو تان ولا رقبتك. شاو شوف انت لو كونتراست بين رقبتك ووجهك ما يلزموش يظهر. سا سي بارفي معناتها سي سكي يفو. بالحق لون رقبتي كيما لون وجهي بالضبط. دونك فوالا لقينا لاستوس. دونك دو ريان افون تنجم تختار فون دو تان تاعك وحدك. دو توت لي مانيير انا في الشارت نكتب لك لا ريفيرونس. كي تمشي لاي بارفيمري بوان ام تعطيها للكونسيير تمد لك لو فون دو تان تاعك كي فو. داكور ميرسي نعيش. بوان ام هي صحيح 12 بوان دو فونت قراب للناس الكل والاف لي ريفيرونس ولي فراغرونس ولي زيدي كادو. لكن بوان ام زادا تتميز بسيرفيس بيرسوناليزي مع دي كونسيي وكونسييير يعاونونا نختارو اللي واتينا واللي حافظ على البوتي نتاعنا. وقت اللي يصعب علينا لو شوا ونحتاجو ان كونسيي ادابتي وبيرسوناليزي نلقاو الحل بسهوله في بوان ام وين نجمو زادا نتحصلو على ميزون بوتي بروفيسيونيل ونتعلمو لا روتين بوتي بارفيت. بوان ام لي بوان دو فونت ولو سيت انترنت .m.tn هما شوا كبير برشا في المكياج للي تيب دو بو الكل. ومن هنا باش تختار وئام اللي لازمها الكل باش تعمل مكياج وحدها يعاون وسام اليحيوي يعلمها لباز صحاح وهكا أمنية بنتها تتحقق. .m هو عالم كبير برشا يلقاو فيه لي ماكيور بروفيسيونيل اللي لازمهم الكل في الخدمه نتاعهم من مكياج وسوان وبانسو. وسام اليحيوي لو ماكيور احلى ما فيك باش يختار هو زاد المكياج اللي باش يستعملو لوي ام. كيف ما تعودتوا معنا في احلى ما فيك في موسمنا هذا الكانديدات نتاعنا باش تعمل مكياج اللي اشتر وجهها وتفسر علاش خدمته بالطريقه هذيكا باش وسام اليحيوي يوريها الغلط متاعها ويفسر لها اللي واتي فورمت وجهها وعينيها. وياه كملت مكياج البارتي متاعك وحدك. شنو تحس انت شنو تقييمك؟ قل سبعة تحس فيه سبعة تقييمي مكياج نتاع كل يوم حاجة عادية هكا. باهي هو مش خايب مكياج أما تكنيكمون فيه شوية ديفويت كيما الكحول في وسط عينك. مع الكحول كيف نحصروها كيكا أون جينيرال يصغر شوية العين يعملك يولي روكار نتاعك قوي شوية وعينيك تصغر شوية. جوج عليف زادة حسيتو ما مشاش شوية مع كلون شعرك. تاع مزيان صحيتك تاع باهي ما يقلقش. دونك انا البارتي نتاعي جو اسي باش نوسعلك شويه عينيك من غير ما نشلقو بيان سور ونوريك كيفاش كان باش تعمل كريون نوار كيفاش تحلو ولا مش لازم نعملو كاريمون ما نعملش كريون معناها تنجم تعمل كريون اما لازم تحطو بالكدا يا تحطو بالصحيح يا زايد معناتها يصغر لك عينك. باهي اوكي اون اسي البارتي الاخرى اوكي يلا. ويام قعدت في السيف زون نتاعها دونك حابين نعملو لها لوك نيود خفيف كوميم اما يمشي مع وجهها.
بسام اليحيوي الارتيست اللي بدل كل وجه بفيانا وبرشا دوسور باش يخرج احلى ما فيه باش يبدا المكياج في بارتي الثانيه متاع وجه وي ام وهكات نجم الكانديدات نتاعنا تشوف الفرق وتتعلم لي جيست الصحاح وتفهم الغلطات اللي مستنسه تعملهم. الو وي ام كمان البارتي الاخرى بدلنا شويه روج ليفر نحينا كل كريون نوار عملنا كريون بيج وخلينا الايلاينر جست صلحناه بالكده عملنا الايلاينر اللي يمشي مع البوبيير تومبونت دونك كيف تغمض عينك شويه غمض عينك الايلاينر نعملوه وينغ شويه باش كيف تحل عينك يبدا مريق الحل عينك فهمت وخليناها لوك ناتوريل ما عملناش فوسيل عملنا فونتا خفيف خاطينا اليسار تبدل شويه فهمت نحينا لي ديفو وخلينا المكياج اللي انت حبيت عليه من الاول نكملوا البارتي الاخرى تحب تشوفوا كامل المكياج باهي داكورد مازي اخترنا نعملو دي كولور تيغ في العينين ركبنا دي فوسيل خفيف pour le temps عملنا فون تان ميديوم هايلايتينا بلي زونتي سير اون افيكسي لو تو افيك اون بودر ليبر برونزر كالعاده وزدنا فراجو les lèvres habina look yqad homogène nude donc aman des couleurs nude des glossy تعلمت اليوم في بوان ام اول حاجه مع ايمان كيفاش نختار الفون دو تان لي تويتي لي البوم تاعي تعلمت زيد مع وسام اللي الكحول ما يويتي ليش عيني صغرها لي واللي الكريون البيج يظهر لي الرغار نتاعي أفنتور أحلى ما فيك حلمة أغريابل تخرج البنات ونساء من روتين حياتهم اليومية ويعيشهم في لوكس يزيد يحلي كل إتاب متاع الغولوكينغ هو لو سيجور الرايع اللي عديوه في الليكو تونيس لو سانك إتوال اللي عاتي الوسط تونس رونق وبرستيج لو ليكو تونيس هو لو سيرفيس دان بالاس الارشيتكتور اللي كل ديتاي فيها مخدوم باش نحسوا رويحنا مرتاحين وفرحانين Le Lake Tunis هو لا détente الكبيرة في السبا و centre de remise en forme. هو زيدا la gastronomie raffinée متاع les trois restaurants. هو le partage في les lounges و هو زيدا الفرحة متاع العائلة في les piscines. Le Lake هو أحلى les suites و les chambres. و لهنا عدت ويام أيامات بعيدة على الخدمة و على ستريس و ركزت كين على روحها. في السويت متاعها الليلة باش نحضروها باللوك اللي يبدلها ويفرحها ويفرح عائلتها الكل لوك لازم يقعد يشبه لها كل بارتنير أحلى ما فيك حاول أقصى جهده باش يفرح ويقام هذاك علاش لي كادو اللي حضروهم لها هما طريقتهم باش يفكروها باللي تعلمته الكل هكا ما تنساش اللي اللهو بروحها عنصر أساسي في فرحتها وفرحة الناس اللي تحبهم ويام هي نفس المرأة ونفس الأم لكن بألور جديدة بحاجة متبدلة فيها بإكلة في وجهها وفي عينيها وشعرها ويام صغيرة في عمرها صحيح لكن كبيرة بعدد المسؤوليات اللي عندها وكيف اليوم ترجع واثقة من روحها أكثر وتحب روحها وتعجبها بالكده باش ترجع لمسؤولياتها بإنرجي أكبر بروح جديدة بسوف اللي خليها تكمل وهي فرحانة وقد ما المرأة تحب روحها وتشوف اللي هي مزيانة قد ما تنجم تعطي حب وفرحة لصغارها وللناس اللي تحبهم وي ام اليوم ترفي روحها مرا مزيانة وكلاس مرا اكسبسيونيل وأبعد ما يكون على الأوردينير عسلمة مرحبا بكم عسلمة عسلمة صافا صافا بس عليكم بس في فورما الحمد لله شوفوا ويام ان شاء الله ان شاء الله قد تشبوا لبعضكم تبارك الله ايه اختي عادة صغيرة تشبوا كل العائلة لبعضكم ها محليكم ومسركم عايشة عندكم ها عايشة شاغم ياسر محلي ربي فضلك وولدك ولد وأمة ويام تانا اي بحقا تبارك الله ما تزورش عندها صغار تبارك الله سمية ياسمين انا كي قالت لي عندي بنتي اسمها ياسمين صارت 5 سنين 3 سنين سبيه ما شاء الله
13 ans ما شاء الله. بلا صحة ليك، عندك أمك صاحبتك ها خلاص لبعضكم في 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 ستيل في اللوك في العمر زيادة في العمر زيادة سيختو هي وهي ديما بسبيدري ما تمشيش بدري. طب انتوما قراب في العمر نورمالمون يساعدك ماما بتجي نص بدري ولا لان نحب انا نلبس الجينوس بدري اما نحب نلبس لي روب بالك شي هي مرتاحه برشا في لي جين لي اختي تقول لي ما نلقاش وقت يعني. اه داكور اوكي احنا حكينا دونك تحبي تبدل ستيل اللبسه نتاعها وشعرها يولي طويل شعرها يولي طويل شنو الحل نشوفوا وانتي كيف كيف تحبي شعرها يعمل بيا يكون طويل عليه حتى ملي صغيره ديما شعرها قصير ديما هو يجي طويل ويتحب تقص كنا نحبوا نشوفوها في شعر طويل شنو تنجم تكون مصوره تكون مزيان صعبتوها عليا انتما تا وانت زيدة تحب شعر طويل ها كل زيدة نجمو نزيدو جماعة اخرى في ليميسيون نطولوا لها شعر نعرف نصعب عليكم حتى شيء يعيشك يا ربي شعرها كهو انت تحبي تبدل كهو نقي كل حتى شيء ولبستها ولبستها زيدة لا زعما حاضرة وي ام وي ام لحظة بركة لا تو في شعر هيا وي ام وين خلطت خلطت هاي جا بركة هاي شي هاي شي هاي خفرجة وين غمت وين غمت هاي غمزة عيني هاي حلوة ايه عسلامة محليك بالحق محليك بالحق بالحق محليك حلمي حمودة بزينة حمودة حمودة جيبوا لك اسمي حمودة هاك سلموا عليا شعرها طويل ولا ليه؟ سلموا عليا صحة ليه ما تبوسنيش يعني؟ إيجا حمودة قوم بصمام بالحق محليها وتيها طويلة ما كومش غالطين كي حبيتوها في شعر طويلة هي شعرها القصير يبيتيها رأيها وتوركتها يبيتيها كل شيء أما ملي صغيرة دي ما شعرها قرصان ولا كوب هكا قصيرة هو القصير يبيتيها خطر فور بتوجهها مزيانة والطويل يبيتيها زادة خطر زادة فور بتوجهها مزيانة ومسرارة ومحليها حكا بدي ولا لا تبارك الله دونك زدتو خرجتو السر دي فيها بالحق ولا خرجنا ولا. أحلى من أحلى ما فيها, أحلى من فيها. قعدت في ستيلها بون مش ياسر ستيلها ما في الجين خاطر ترتاح في الجين أي. وردي ليه هكا شيك شوية كاجول دونك لا تبدلت مزيانة ماما نجلسين هكا أنا في الجينيت بحقا ما باش تفكولها الجين سيء أي قبل نخاف تو هي ما تلقاش تلقاش وقت تمشي تلبس ليه سي بون مادام عرفت ستيل جديد تمشي تشي على روح ما صدقش ليه سحاب الحلقه ليه سحاب سحاب استكشاف وتلبسوا مع بعض كما لا قبل على خاطر ما نحسش يعني تبع برشا المدفى ما نحبش نلبس معاه توا ولي اما توا اي توا ميساج رضات عليا معناها الحمد لله مش بنتي راهو لا صاحبتك ربي ربي كمل عليك وتبارك الله عليها ومحلاها الغلاسيون بين الام وبنتها شفتو كي بداو مش بعد برشا في العمر وبداو صحاب شفتو وهي اللي شجعتها بليس باش تجي بحذانا مرحبا وانت حموده يعطينا رايك شنو عجبتك اكثر حاجه الشعر طويله قولي 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 تعجبني الشعر طويل في صار يا اخي ولا كيفاه سر هذاك بالسحار حافظ لو ماجيسيان احمد باهت تحسه اعمل لك هكا شفت شعري حمودة حسيت ستيل المكياج ياسر مزيان اي خاطر ما خايفه مش شعري سينس دي كريون سورتو يصغر لها عينيها تو حسيت عينها بانت اكثر اي اي خاطر هما دي تكنيك راهو خاطر كل فورمه نتاع عين هي لا لا بابيغ طومبون دونك يلزم نخدمو في البارتي اكستيريور نتاع العين باش نوصلو العين دونك هما كلهم دي تكنيك اون فوا حفظناهم لي تكنيك كون نشوف الصنيه صحيحه ديجا عملها لي الغمارك ويسي على الكريون نوار قال لي راهو يصغر لك عينيك اي سورتو فوا انا ديما نعمل الكريون الروغا نتاعها هكا قال لي تبدل الكريون باش يبدل لك الروغا ما شاء الله على اختي وي اي احكي لنا توا على الاكسبيريونس اكسبيريونس ياسر مزيانه محليكم ليكيب الكل مع الخدمه ديما برشا برشا جو هذاك المفيد المهم عمل جو بدل جو برشا دليل لقيت صحه برشا دليل فرحه تعلمت شي حاجات
تعلمت حاجة صحيح تعلمت برشا حاجات تعلمت أنا نحب روحي بطبيعتي الحق نحب روحي أكثر ولي شو ما في الدنيا هذه راه واحد يزم يحب روحه قبل الدنيا الكل حتى كي تحب روحك تنجم تحب العباد اللي دايرين بيك ما تحبش روحك مش نجم لا تحب لا بنتك لا صغارك لا لعائلتك لا لا بيان سور دونك المحبة تبدا تحب روحك تحب روحك فوالا دونك تحب روحها باش تعطيكم المحبة هذيك تفرقها عليكم ديما شو نقول لكم أنا ديما نقول لهم عندي حق على روحي كيما عندي الحق عندي ديما كلمتي ولا برافو برافو اكسبيريونس ياسر مزيانه عديت ايامات حلوين بحذاكم تعلمت منهم حاجات بيان سور مشينا لقينو من الاول البنات محلاهم عملوا لي دي سوان تفرشكت الحقيقه صح تفرشكت فاس فاس زاد تعلمت كيفاش نجم نختار الحوايج علموني معناتها كيفاش نختار شنو الحاجه اللي تواتيني بون انا نعرف اللي عندي عندي لا فورم بيراميد انا دونك نحب لي غوب اما ما نحسهمش براتيك نحس اللي تجينا براتيك اكثر كل يوم خدمه وصل الصغار جيب الصغار اي وتحس روحك مرتاحه في وسطهم سورتو كي تستانس تزيد تحس روتين بلاد وتلقى روحك في لي بونتالون معناتها خير اي هو ديما يزن نكسر الروتين اون فوا كسرنا الروتين تولي تدخلوا في لي زابيتود نتاعنا وتولي مرتاحه زاد في روبه ولا مرتاحه في 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 ستيل اخر نتاع حوايج زاد فوالا زاد مشيت لباي حافظ علموني كيفاش نطول شعري لو كان تحبوا تطولوا شعراتكم بيزكم تمشوا لباي حافظ باش يقول لكم كيفاش تطولوا شعركم فوالا ما شاء الله عليه وسام حكايه وسام وسام يقتل شخص عليه يعطيه الصحة وسام يعلمك في مكياج له وتعمل جو معه وسام بالحق فوالا وسام يعلمك ويعمل جو ومكياج مكياج ياسر مزيان في بوان ام شنو تعلم؟ بوان ام علموني كيفاش نختار شنو هو الفون دو تان اللي تمشي مع البون تاعي دونك تعلمت برشا حاجات برشا حاجات بحالك حاجه منا حاجه منا علاش قلت لك من الاول اكسبيريونس مزيانه وتلخص وكل في اكسبيريونس ياسر حلوه صح انا فرحانه اللي انت تعلمت حاجات واللي تعمل جو معنا واللي كسرت شفتو الروتين وبدات شويه جو وتوا باش نرجعوا للجو تفك لنا السروال والسهك زاده حتى نركز شنو الحاجه نخليك تنيغوسي معاها شنو باش تاخذ وشنو مش باش تاخذ ونعطيك لي كادو نتاعك قبل بيان سور ونخليكم تشبعوا بايام خاطر تصرفوا حاجتوها برشا دونك عندنا كادو من عند بوان ام ميرسي عندنا هاكا ياسمين كادو من عند فاس فاس زاده ميرسي بونجور هذوما دي برودوي دو سوان للبوم تاعك باش تقعد تلهي بيها من عند جينو وهذا كادو من عند باي حافظ ميرسي وهذوما دي برودوي كابيلير لشعرك جديد طويل باش تقعد تلهي بيه من عند فيتاليتيز ميرسي وكهو مرحبا بيك بحذينا مرحبا بكم الصحة زادة وفرحت برشا اللي عرفتك باي 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 ياسر حلوة أيامات فريمون مزيانين عديتهم بحذاكم دللتوني والناس الكل نحب نقول لكم يعطيكم الصحة